فبغيت أدله من العذب مر بي الطريق جل ربي لا يشبب المنهي سبته مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي نوادر شعبية. أتمنى أعزائي المشاهدين أن ما نقدم في هذه الحلقة وحلقات هذا البرنامج ينال إعجابكم ورضاكم. أول ما نبدأ هذه الأبيات المختارة، يقول محمد العبد الله القاضي: الصبر محمود العواقب أفعاله، والعقل أشرف ما تحلى به البال، والصمت به سر سعد من يناله، والهذر به شر وشوم وغربال. يوصي بالصبر ويذكر أن الصبر محمود وعواقبه طيبة، والعقل كذلك أشرف ما تحلى به البال. العقل يجب الإنسان أن يتحلى بالعقل والحلم، فمن سيطر على عقله فبالتأكيد أنه من الرابحين. كذلك الصمت، الصمت به سر سعد من يناله. بعض الصمت أحيانا كثر الحكي وكثر الكلام يولد الأخطاء ويبلش الناس، والهذر به شر وشوم وغربال. الهذرة، كثر الهذرة أحياناً ما تخدم. يجب الإنسان أنه ما يقول الكلام اللي وراه فائدة، ويبتعد عن كل ما يسيء للآخرين، وعن الهرج والضحك الزايد اللي يتعدى الحدود، والمزح والاستهزاء بالناس. وكذلك الصبر، الصبر محمود العواقب أفعاله. الصبر، إن الله مع الصابرين، والصبر تحدث عنه الكثير من الحكماء والشعراء. أتمنى إن شاء الله أن هذه الأبيات نالت إعجابكم. لغز هذه الحلقة أقول فيه: بين الظهر والعصر حدد مكانه، وبين السماء والأرض بالنطق موجود، وذكره يرد بين الغدر والأمانة، وحل اللغز وارد مع الجود والعود. فكروا فيه، هذا اللغز بسيط جدا بس يحتاج إلى تفكير. أقول: بين الظهر والعصر حدد مكانه، وبين السماء والأرض بالنطق موجود، وذكره يرد بين الغدر والأمانة، وحل اللغز وارد مع الجود والعود. كعادتنا أعزائي المشاهدين، قبل نهاية الحلقة أعيد لكم اللغز وأسمعكم جوابه، فكروا فيه. سالفة هذه الحلقة أعزائي المشاهدين من القصص اللي صراحة استفدت فيها من بعض رواة القصص اللي شاركوا معنا من فترة طويلة، وشارك معنا أحد الشعراء مشعان سحلي الشمري، وهذا الرجل قدم لنا العديد من القصص من فترة طويلة. ومن القصص اللي قدمها لنا سالفة صراحة طريفة وأعجبتني وحبيت أن أقدمها لكم. السالفة قال أن في اثنين من أهل الشمال، شمال الجزيرة العربية، ويقال أن أحدهم شمري وعنزي من القبائل العربية المعروفة اللي لها سمعة طيبة وذكر طيب. وهذا الرجل، الاثنين هذولا نووا أنهم يتاجرون، وقال مشعان سحلي قال ان كان في ذلك الوقت ان الاردن كان فيه بيع ومشترى وتجاره، فعزموهم من الشام، عزموا على انهم يتاجرون ولكنهم ما عندهم شيء. ف
فمروا لهم على صاحب مال، رجل عنده مال، ويطلبوا منه سلف، وسلفهم كعادة الناس، الناس الأول كل منهم يساعد الثاني. عطاهم سلف مبلغ من المال، والعملة في ذلك الوقت عملة يعني عملة مهيب ورقية من الفضة أو من النحاس اللي كما هو معروف في السابق. فعطى كل واحد منهم مجموعة من مبلغ من المال، وشق له خلقه من الخلق، وربطوا كل واحد منهم ربط حقه في الخلقة، وهي نوع واحد خلقة حمراء كما ذكر، لأن الخلقة قلت حمراء لأن هي مربط الفرس كما يقولون، هي اللي عليها القصة. فمشوا ركبوا مطاياهم توجهوا من بادية العراق أو سوريا الشام، وتوجهوا إلى الأردن. بعد ما أخذوا لهم يوم تقريبا ونص يوم وجحل الغداء، مرحوا مطاياهم حطوا عنها وقاموا يسوون قهوتهم ويسوون غداهم، وفكوا المطايا تفلي ترعى من العشب. بعد ما خلص غداهم تشاوروا، قال واحد منهم أنا بروح أرد المطايا، وأغراضهم برا في حاطينها برا، فهذا اللي راح فلوسه في خلقة حمراء وحاطها مع أغراضه برا، ما في خرج ولا في شيء، وهذا جالس يسوي القهوة ويسوي الغداء. فمر عليهم طير من الطيور الجارحة هذه، فشاف الخلقة الحمراء يحسبها الحمى، فحول هوى على الخلقة وشلها بمخلبة وطار، وهذا يشوفه لكن ما يقدر يسوي له شيء، طار الطير بالخلق، لا عنده ما هو مستعد علشان يرميه، ولا طار الطير وراح بالخلق، والخلقة هذه فيها الفلوس. فعندما راح قال الحين شو يقول رفيقي، شو أقول له؟ أقول له أنه هوى عليها طير وشلها، يمكن ما يصدقني، يمكن يشك فيه أني أنا أخذت الفلوس. فما طرع عليه قال أنا بأخذ فلوسي أنا وبحطها مكانه، مكان فلوسه، ولا من جاء ما هو بفاقدها، بيعين فلوسها موجودة، وأنا بنوي الردة وبرجع، بحاول أني أقنعه وبرجع عنه. فعندما جاء رفيقه راد من المطايا، جاء عنده وتغدى وتقهوى، قال يا فلان أنا نويت أني أرجع طرالي طاري وبرجع، وإن شاء الله متى ما قضيت حاجتي بألحقك، وأنت رح سمح الله طريق. قال يا أخي ما يصير، إحنا متخاوين وجايين وبنضرب طريق، وما يصير أنا أروح لحالي. قال والله عاد أنا هذا اللي، وأنت رح الحين وبع واشتر، وإن شاء الله الله بيرزقك، وأنا إذا من حصلت إن شاء الله شيء بلحقك. فتوكل على الله، هذا رجع لهله اللي هو حط فلوسه مكان فلوسه، فلوس رفيقه، وهذا ركب ناقته وتوكل على الله. فعندما وصل الأردن باع وشرى، والله رزقه مال وكسب، رجع وهو والله في خاطره مو مصدق أن الرجال هذا أنه عود بهذه الطريقة. يوم رجع وجاء على الطريق اللي هو مر عليه، ولا والله يشوف الخلقة قلبتها الشمس صايرة يعني فيها بياض شوي، ولا هذه سبحان الله الله دله عليها حول، ولا هو إذن الطير يوم طار وخذ لها شوي شاف أنها ميب الحمى رماها، فجاء وخذ الخلقة يوم فكها له الفلوس، ولو حاط له حاجة حاط فيها علامة، أما خاتم أو شيء حاجة تميز أنها فلوسه، فعرف أن فيه شيء، أن هذه فلوسه، الفلوس ذي كل شيء وكاد أنها فلوس رفيقه. فرجع وعندما جاء نصاح سيده راح إلى بيته وسلم عليه، قال له أنا بسألك بالله، أنت يوم رجعت ليش رجعت عني؟ ما يصير أنك أنت راجع علشان لك حاجة، أنت ردك شيء ولازم أنه كبير. قال والله بعلمك، لكن أنا في ذاك اليوم هوى طير على الخلقة اللي فيها فلوسك وشلها، وعقب ما راح قلت الحين وش أقول أعلمه؟ أقول لك أنه خدها طير؟ يمكن ما تصدقني، لكن أنا حطيت فلوسي مكان فلوسك. قال عجل هذه الفلوس أنا لقيتها، الله جابني عليها، والحين أنا وياك اشركها في الكسب اللي أنا جبته من في طريقي في تجارتي اللي كسبتها، والله أني أنا وياك اشركها
في اللي الله كتب لي أنا وياك. فهذه أعزائي المشاهدين من القيم والأخلاق والعادات الحميدة التي يتحلون بها الرجال اللي فيهم خير. أتمنى إن شاء الله أن القصة نالت إعجابكم. لقانا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة مع المغفور له إن شاء الله جبر بن طوار الكواري. أجريت معه لقاء في يوم في مطر وخير وعن الغارية والجديع وبعض الأماكن هذاك، وتحدثنا وياه عن الماضي وعن هذه الأماكن. نشاهد اللقاء. أعزائي المشاهدين، سنلتقي إن شاء الله مع الأخ العزيز جبر بن سلطان بن طوار الكواري، وسنتحدث معه عن الجذيع وكذلك عن الفويرط. سيرافقنا إن شاء الله إلى الفويرط ونتحدث هناك. أتمنى أعزائي المشاهدين أن نوفق بإذن الله تعالى معكم في هذا اللقاء وفي هذا المطر، وإن شاء الله إذا أمكننا أجرينا اللقاء في جبل الفويرط، وإذا ما أمكننا نحن نشوف هواء، وإذا ما أمكننا فإن شاء الله سنجري اللقاء في مجلس جبر بن طوار العامر إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله سنتوجه إلى الفويرط ونكمل حديثنا هناك. طلبونا إن شاء الله بالتوفيق، وكذلك نطلب لكم بالشكر الدائم لملاحظاتكم واهتمامكم. لحظات ونلتقي إن شاء الله بالأخ العزيز جبر بن سلطان الكواري. يا اهلا وسهلا، حياكم الله. عمرك احنا زائرينكم في ذا المطر والخير والنعمه. يا اهلا وسهلا، عسى الله يديم علينا وياكم ان شاء الله السعاده باذن الله تعالى. ان شاء الله الحمد لله. طال عمرك احنا دائما نتحدث عن المناطق القديمه والتسميات الاماكن القديمه. ايه. مثل الفويرط. نعم. ونبي نتحدث معك حول الفويرط وحول الاماكن. الاخ جبر، طال عمرك احنا نتكلم الحين، شفنا الجذيع وعامر ان شاء الله بالمكانات اللي فيه. اهلا وسهلا. الجذيع تسال عنه في الجذيع، طال عمرك عن الماضي، ماضي الجذيع ومكانه واوقاته ومن كانوا يسكنونه. كان الجذيع هو وعب كذي ارض خالي، لكن زرعها حياه عيسى بن ربيع، ابو ربيع بن عيسى هذه واخوانه هذه. اي نعم. العيسى بن ربيع الموجود الحاليين، وزرعوه وعاشوا في زمن طويل مع اسمه. عاد قبل 30 سنه كذي جينا احنا نزلنا وياهم في الجذيع. أيه. وعشنا سوا وياهم فترة من الزمن لقبل 15 سنة 16 أو 18 سنة، انتقلوا لكسب المعيشة مثلا في الدوحة وتم الجذيع. عاد قبل 4-5 سنوات طلبنا منهم يبيعون المزرعة والش اسمه، واتفقنا وياهم على شراء المزرعة والبيوت القديمة. اتفقنا وياهم على شراء المزرعة والبيوت القديمة وشرينا من عندهم، وعند ما شريناه تصرفنا فيه، صلحنا وعمرنا مثل العمر اللي انت شايفه الحين. الله يسعدكم فيه ان شاء الله. ان شاء الله. زين، طال عمرك بالنسبه لحين الحين شفنا الفويرط وفيه مقابر قديمه، وبعدين نبي نتعلم المشاهدين وين كانوا يشربون الماء. هل الفويرط هذا يشربون في عذبه، من عذبه، ويشربون من عين سنان، ويشربون من الغشامية، هذا اللي في واجهة فيرض. هذا مكانات اللي يشربون منها. وكان الشرب الأول ما يمتصون ماي مثل الحين دناكر وما ذي. الأول الناس على مطاية ولا على حمير ولا هذا السقي. هذا عذبه ليه قبل 25 سنة قبل لا تحفر ماها عذب، بما أنها منكفية
يعني منقع للماء كان ماها حلو، يعني يقدرون يشربون منه من أول ما يطيح المطر مثل طاح ذا السنة، يشربون منه على طول القيض لين يطيح المطر دورها، حلو عذب، حتى سموها عذبة. والآن لما صارت الرقوق وصارت الناس يمتصون بالدناكر أكثر أصبحت الحين خريج. زين طال عمرك بالنسبة للفويرط نشوف فيها دوحة ونشوف فيها مكان فرضة ونشوف مقابر. فويرط الله سلمك مقابر على أساس أنها قديمة سكنوها ناس واجد حسب ما أسمع، والمدخل وهي طبيعة حاجزها من بحر بر وهي في مدخل تدخلها من ذي إلين كان أول قبل سنيات أنا اللي حكت عليها هذا السنين يعني في من حدود 40 سنة 45 سنة هذه كان الخشب الكبار يدش هناك، بعدين على طول السنين مع البحر والذي ضاقت الحين ما عاد يدش فيه شيء، ما هذه الخيوسة مالت شو اسمه أو المدخل المي هذه اللي بين البحر وبين البلاد هذه الحين بس رجيج ما عاد يدش فيه خشب مثل الأول، يعني هو طبيعته أول هذا كان يسكنون كان خشبان، أنا لحقت عليه زمان اللي وأنا سني ذاك الساعة يمكن 12 سنة 10 سنين خشب كبار مال القواوس يدشون فيها، الحين ما يدش فيه الخشب. فيرط أنا عندي عنها معلومات سمع عن الشيبان الكبار. عن الشيبان نعم. والآونة الأخيرة هذه في حدود 50 سنة 60 سنة نعرف الناس اللي عاشوا فيها وقطنوها يسكنون منها يسكنون فيها القبائل في ذاك الزمان هي كانت أم سبع القبائل يسمونها أنا هذا السمع أسمع من حياة يدي الحميدي محمد بن عامر الله يرحمه هو وحياة المرحوم الشيخ جاسم محمد دائما يتحدث عن فيرط هذا فيرط كان يسكنون هالمعاضيد والبكوارة وجميع القبائل اللي تبسه والعمامرة وكانت يعني مجمع ناس في ذاك الزمانات يعني وفيرط سلمك الله مثل ما ذكرت لك يعني كانت يسمونهم القبائل كانوا يسكنون فيه في وقت القيض يسكنون فيها والناس تدري الأول علشان البحار والغوص والغوص وذي وتجمعون ويحبون القرب في بعضهم ما بعض في ذاك الزمانات نعم. أيام في سن الناهب ومنهوب الناهب ومنهوب عاد كانوا يقطنونها هذيلة وكانت فيرط معروفة يعني إنها بلد يعني أقدم بلد صحيح قال لنا محمد بن ثاني رحمه الله أنه سكن فيها الله يرحمه في يعني نعم. هذا إيش اسمه عادينا في الآونة الأخيرة هذه كان يقطنونها البكوارة أول الخليفات وكانوا البكوارة في الآخر نعم. وهذا فيرط وبعدين سلمك الله في الآونة هذه قبل 30 سنة نعم. تدري الناس أما يجمعهم يجمعهم مكسب رزق صحيح ولا يجمعهم خلاف ولا يجمع ولا يفرقهم كسبا للرزق نعم عاد عقب ما عم الله الخير الخليج هذا ومن ضمنهم قطر نعم الحمد لله شكرا لله الحمد لله كانت القرية ما كلها مسكونة وكانت فيرط مسكونة نعم عاد عقب ما بدت أول ما بدت الحياة في الخليج وبالذات يعني قطر عقب ما بدأ البترول والذي فالغارية انتقلوا أهلها كلش ونزلوا الدوح وفيرط انتقلوا بقى مجموعة فيرط ممكن 3-4 بيوت اللي هم موجودين الآن اللي هم موجودين ففيرط وهذا الحال يعني صحيح. الناس تدري صحيح. مثل ما ذكرت لك يفرقهم المكسب ويجمعهم ويبعدهم بعد المكسب ويفرقهم بعد النزاعات نعم زين طال عمرك يقولون فيها بيوت انت قد شفت البيوت اللي كانت فيها الدور القديمه وقالوا فيها جبل الجبل موجود حاليا موجود حاليا والبيوت اللي فيها البيوت الله سلمك هي محيطها بحر والبحر دائما يدح على دائما البنيان ما يدوم فيه وبنيان الاول تخبر طين وحصين نعم. لو بنوا ينثل التراب هذا من ايش اسمه من الحصى صحيح وطاحت عادوا في الآونة الأخيرة عقب ما توسعوا الناس في القرى حية المناطق هذه قاموا ينقلون حصاها
ينقلون الحصى منها. أيوة. شيء منه ودوا هذا مدينة المشرب. أيوة. هذه كلها عمرها يمكن حول 40 سنة أول شيء. أيوة. ولا ما كان أول فيه بنيان. ولا المكان هذا مهجور وقام يأخذ الحصى منه. أيوة. والمشرب سكنها المرحوم حسن بن عبد الله. أيوة. بعد ذاك الوعب بالمشرب. أيوة. والغشامية مثل ما تشوف مني وليذيع. قاموا الناس ينقلوا يتساهلون. أيوة. أول قبل الشياء ولا قبل الذي. أيوة. يتساهلون ينقلونه باليد. حصن بارز وموجود. حصن بارز. ولا لا. ولا عنده من حماه. ولا عنده من حماه. ولا ولا حد ولا هذا يعني. نعم. الشكل. زين طال عمرك نشوف نحن الناس يعني السنة لله الحمد الخير موجود في البر. أيوة. وخاصة قطر يعانون له الناس علشان يشوفون ذا العشب وذا الخضار والنعمة. لكن البعض يحب يسافر برا. والله يا أخي السفر هذا أيه؟ الناس اعتادوا عليه وهي عادة مهم شو اسمه مهم يعني محمودة. نعم. بكل المعنى يعني. صحيح. لأنها كلها العطلة 15 يوم. صحيح. وإذا الخير موجود في نعم. بلادك. نعم. وكل شيء موجود والنعمة متوفرة ما الله حد الناس يعني تجلون أما في سكن ضيق. نعم. ولا في سكن مكلف بالجسمة نعم بالمبلغ بالمبلغ نعم. بالمال وذي وما الله حدهم يعني يعني نقول له العطلة آخر السنة الصيف فترة طويلة والإنسان ميسر والإنسان بعد ميسر. نعم. هذا يعني على المقدرة بعد أحسن. صحيح. والحمد لله بلادنا في خير كل شيء متوفر وأمان وأمان والمساكن الواسعة وكل شيء موجود التكييف والخير والنعمة وفي نعمة ما هو مفروض والله يعني إلا كان واحد لابد من إلا كان واحد لابد من السفر إنه يسافر أما مريض ولا صحيح. في عمل ولا صحيح. في اسمه لكن واحد يشل عياله وبيته ويتغرب ويأجر ويصرف ويخسر اللي فيه المقدرة هذا شيء لا بأس يمكننا ما عليه لكن أكثر الناس غالب الناس نعم. مقدرته محدودة يعني يبيع سيارته ولا يرهن بيته ولا يبيع سيارته ولا يرهن بيته هي. مثل ما تحدثوا الناس يعني في كلفة الزواج الحين الناس يكلفون أنفسهم ببلاش صحيح. مثل هذا كلفوا أنفسهم بلاش صحيح. ولا هم مفروض يعني أنت تصدق لو في الناس هاللي بيروحون الحين في عطلة المدارس صحيح. يعني إيش بيخسر الإنسان أقل شيء يعني لما يشيل العيال بيخسر له يعني إذا مقتصد كل 30,000 40,000 صحيح. 40,000 على الإنسان اللي دخله محدود صحيح. يعني كلفة صحيح. كلفة الحقيقة ما هو شيء محمود لكن صحيح. الناس اعتادوا على شيء الله إن شاء الله يهدى الجميع لكن إن شاء الله أنهم يسمعون بإذن الله الله لا يهينك يا أخ جبر الله يسلمك وإحنا طال عمرك نقدم لك الشكر عنا ونيابة عن الأخوان المشاهدين ونتمنى إن شاء الله أن الخير والنعمة تدوم على هذا الوطن والأمان بإذن الله تعالى إن شاء الله الحمد لله أعزائي المشاهدين كان لقاءنا مع الأخ العزيز جابر بن سلطان من طوار الكواري في الجديع وتحدثنا عن الفويرط وإن شاء الله أنكم شاهدتوه من المناظر في الفقرة ونتمنى إن شاء الله أن نوفقنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى ونكرر الشكر للأخ جابر برق من القبلة تزين سحابه سر الفؤاد وريح البال من شاه أبيات لي عن البرق وعن المطر وشارك معي الشاعر المعروف صالح المانعة المري قبل فترة قبل يمكن 7 سنوات وحول وطلب وقدمها معي شلة وإن شاء الله أنها تعجبكم بإذن الله تعالى مع مناظر من الطبيعة برق من القبلة تزين سحابه سر الفؤاد وريح البال من شاه بضى البروق الساطعات تتشابه لا شك هذا فارق من محياه بضى البروق الساطعات تتشابه لا شك هذا فارق من محياه
سحبت به شفق هلا يا هلا به حيث الشعاب الناشفه ترتجي ماه وانحى على قاع جفاف وعذابه ملا طمان الروض واسقاه واحياه وانعش خفوق سامر في عذابه عمين يرغب بارق الخير ما جاه حاير بقاع مشتق في سرابه ملاف لكن صادق الوبل مسقاه قعن بها عد ذي شرابه نضحه بعيد ونازحات سقاياه منها نفذ صبر الأفواد وصوابه يا ما جرى له والشواهد حناياه هلا لما العايش منامه انهابه أكر مزاجه عاثر الحظ واضناه يالله عسى مزن غشان ربابه نسعد بنبته وانصف الوقت ننصاه لبغيت أدلى منا قدمنا لكم أعزائي المشاهدين في بداية الحلقة لغز وقلت فيه بين الظهر والعصر حدد مكانه وبين السماء والأرض بالنطق موجود وذكره يرد بين الغدر والأمانة وحل اللغز وارد مع الجود والعود صراحة زملائي كثيرهم حلوه لأنه واضح وبين جواب اللغز أعزائي المشاهدين هو الواو حرف الواو بين الظهر والعصر وبين السماء والأرض وذكره يرد بين الغدر والأمانة وحل اللغز وارد مع الجود والعود هذا جواب اللغز أتمنى إن شاء الله أن ما قدمناه في هذه الحلقة نال إعجابكم لنا معكم لقاء في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبغيت أدلى منا العذب مر بيا الطريق جل ربي لا يشاء